النادي الاهلي. من جديد برحب بيك كابتن ايمن، الف مبروك لحضرتك وضيوفك الكرام وكل مشاهدي ومشجعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. فوز كبير، مباراه عصيبه، لكن الحمد لله فوز مهم جدا، خطوه تقربنا من الصعود لدور الثمانيه باذن الله. مباراه كبيره امام فريق كبير المريخ السوداني، وسعدنا يكون معنا في هذه اللحظات كابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن سامي، يعني يمكن مباراه صعبه، ظروف المجموعه صعبتها كمان، لكن الحمد لله النهارده يمكن التغييرات في منتصف الشوط الثاني اعتقد كان ليها يعني الغلبه، وقدرت يعني ترجع كفتنا النهارده ونعمل مباراه كبيره. تحية طبعا كابتن ايمن وضيوفه، وطبعا زي ما انت قلت مباراه عصيبه جدا بالنسبه لنا، موقفنا طبعا وحش، واحنا اللي يمكن حطينا نفسنا في الموقف ده. كان طبعا المباراه في بدايه المباراه طبعا الحمد لله قدرنا نسجل هدف، اللعيبه يمكن في شويه تراجع شويه، لكن الحمد لله قدرنا نرجع المباراه تاني واقوى تاني. زي ما انت قلت تغييرات اثرت علينا وعلى ادائنا، واعتقد الحمد لله ثلاث نقاط مهمه بالنسبه لنا، يعني تعدل وضعنا في المجموعه، لكن عندنا تحدي اكبر بقى المباراه القادمه ان شاء الله باذن الله. كابتن سامي، هل شايف ان الاجهاد برضو كان مؤثر شويه على اللاعبين، خاصه يعني مع بدايه الشوط الثاني؟ يمكن اعتقد يعني في تغييرين كمان، يعني بيرسيتاو خرج اعتقد التغيير اضطراري، وكمان محمد هاني. طبعا زي ما انت قلت مهم جدا برضو ان انت في نهايه مرحله، يعني يمكن كان المرحله دي متخللها مباريات في افريقيا ومباريات الدوري، الحمد لله يعتبر بنسبه نجاح مميزه في الدوري الحمد لله قدرنا نمشي فيها. نفس القصه بالنسبه لبطوله افريقيا، قدرنا برضو نحقق برضو نتائج يمكن ما كانتش على المستوى زي السنه اللي فاتت، لكن النهارده الحمد لله بنعدل مسارنا وبننهي مرحله مهمه بالنسبه لنا. يعني عندنا بقى زي ما انا قلت تاني مباراه الهلال مهمه جدا بالنسبه لنا، ان شاء الله نقدر نكسبها برضو ونرجع طبعا بقى ان شاء الله طموح تانيه ومشوار تاني، بطوله بقى الدور الثمانيه ان شاء الله نقدر نركز فيها اكتر، وان شاء الله نستفاد من الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها الفتره اللي فاتت. قلت مباراه الهلال لا تقل اهميه عن مباراه اليوم، لازم الفوز فيها خاصه مع انتظار مباراه سان داونز لسه والهلال بكره. هتستعدوا ازاي خاصه ان في عدد كبير جدا من اللاعبين هينضموا لمعسكر المنتخب الوطني بعد بكره على طول؟ انت قلت انت احنا بنعاني من الاجهاد، يعني فطبيعي ان انت الفتره ديت في فتره راحه، يعني اللعيبه ترجع تاني. يمكن عندنا لعيبه المنتخب، منتخب مصر عندنا ديانج، عندنا علي معلول برضو في المنتخبات، هم عندهم مباراه مهمه برضو في تصفيه كاس العالم يعني، وعندنا اجازه، وبعد كده ان شاء الله نرجع نستعد بقى تاني ان شاء الله لمباراه الهلال باذن الله، مباراه الدوري باذن الله. اخيرا كلمه لجمهور النادي الاهلي، النهارده كان واقف ورا الفرقه اعتقد، يعني مع العدد القليل، لكن اعتقد كان النهارده كان لهم حافز كبير جدا ودور في النتيجه. دايما لهم دور كبير جدا في اي انتصار النادي الاهلي بيحققه، يعني زي ما انت قلت رغم عددهم الصغير لكن ادوا دفع للعيبه ورجعوا اللعيبه تاني للمباراه، والحمد لله قدرنا نساعدهم ونعودهم ان شاء الله المباراه الجايه تكون احسن واحسن باذن الله. شكرا كابتن، ودام التوفيق باذن الله. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع كابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق. الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، فوز كبير جدا النهارده وفوز مهم في هذه المرحله، ان شاء الله القادم افضل ويكون ثلاث نقاط جديده ان شاء الله امام الهلال السوداني ووصول النادي الاهلي لدور الثمانيه، ومن بعدها ان شاء الله نبدا مرحله جديده في الدفاع عن اللقب.